كل واحد فينا عدى بمشاكل وتحديات كتير في حياته، بس اختلاف أعمارنا والتجارب اللي بنعيشها بتأثر على خبراتنا في الحياة، وكل مرحلة وليها تحدياتها ومشاكلها المختلفة. يا ترى انت بقى بتحل مشاكلك ازاي؟ بالصبر والتفاهم ولا بالهروب والتجاهل؟ تعالوا مع بعض نشوف الناس هيقولوا لنا ايه. كده كده ما عنديش مشاكل دلوقتي، كل المشاكل يعني القديمة ديت خلاص خلصتها الحمد لله والدنيا بقت تمام. ربنا بقول يا رب. ممكن اكلم واحد صاحبي مثلا لو هينفع يساعدني في ده، او هحاول افكر بهدوء كده وهيحصل ايه يعني بعدين. بستعين بالله دايما في مشاكلي كلها، بستعين بالله وربنا بيساعدني في كل حاجه دايما. طول ما انا بستعين بربنا ربنا بيساعدني في كل حاجه. في امور ما بينفعش اخد فيها قرار وانا عصبي، فدايما مثلا بخلي حد تاني هو ممكن يعني اشاركه الراي. نقسم المشكله لأجزاء صغيرة ونبدأ نفكر في كل جزء لوحده ونحاول نحل المشكلة. الشطرنج. بحب الشطرنج قوي. بالمنطق شوية، إن أنا أوح لحد آخر نفس. أكتر حاجة بتبسطني شغلي. يبقى في عدل بين الناس، ما لقيش حد في الشارع بيبقى نايم مثلا في مكان في الشارع أو كده، يبقى كلهم ليهم بيوت يعني. العربيات، بحب العربيات جدا. أحس إن اللي قدامي بيساعد من قلبه، مش هتاخد. لا بيساعد من قلبه، بيحب يساعد من غير اي رد فعل او مقابل. بما اني اب وزوج واب لطفل يعني الطفلين، فعيلتي لما بيكونوا مبسوطين انا بكون مبسوط، دي اكتر حاجه بتبسطني. الرياض. نعيش في مصر والناس كلها تبقى مبسوطه والناس كلها تبقى زي الفل والناس عايشه مبسوطه. اصحابي طبعا والعيله، دول اكتر حاجه بتبسطني وتفرحني لما بيعزموني على الاكل. زي ما شفنا اراء الناس ايه، انتوا كمان قولوا لنا في الكومنتس بتتعاملوا مع مشاكلكم ازاي. اشوفكم في تقرير جديد وموضوع جديد مع ماهي مختار على صدى البلد.